اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين.